الموت النفسي للمجتمع Psychological Death of Society. هناك جملة مشهورة ذكرت على لسان الفيلسوف الأمريكي رالف إمرسون يقول فيها: عندما تنشق بفكرك عما اعتاد عليه المجتمع والدولة التي تعيش فيها فإنك ستحترق تحت صياط الاستياء التي تجلدك لأنك مختلف فقط لأنك انشققت فكريا. أرجو التدقيق في هذه الجملة العميقة. لا يعني الانشقاق هنا بأنك تمارس خطأ أخلاقيا في سلوكك، بل يعني أنك تريد التحرر من الأغلال والقيود الاجتماعية والسياسية التي تكبل إرادتك وتقف أمامك حائلا كي لا تبدع وتقدم وتعطي علما وفكرا نافعا لمجتمعك والإنسانية. والسبب في ذلك هو أن المجتمع الذي تعيش فيه متخلف فكريا، وأن الدولة التي تعيش فيها مستبدة لا ترتقي أو لا ترقى إلى مستوى فكرك. التطابق هو التقليد لسلوك الأكثرية الصامتة التي ترضى بالخضوع لمطالبها الشهوانية وضرورة الحفاظ على الأمر الواقع خشية الموت الحقيقي. ما يترتب عليه عندما تكون متطابقا مع البقية في كل ما تعتقده هذه البقية ينتج عنه بأنك ستموت نفسيا، أو ما يسميه علماء النفس الاجتماعي الموت النفسي Psychological Death، وهو ما يؤدي في الأمد الطويل إلى موت المجتمع وتحوله إلى مجتمع من الكائنات التي لا تحسن إلا الأكل والشرب والنوم والتناسل، أي أن نشاط الكائنات في هذا المجتمع الميت لا يتعدى ممارسة الشهوات بأشكالها المختلفة. هذا الآن التمثيل الصوري لمجموعة من الخراف الصغيرة ومجموعة من الخراف الكبيرة التي تنظر إلى الخراف الصغيرة. الصغيرة تقول انظروا إلى الخراف هذه، ويقصد بها الكبار، تقوم بما يقال لها ها 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 هنا، وهم يطالبون منا أن نفعل أو يطلبون منا أن نفعل ما يريدون، لن نسمع لنصائح. فعندما سقط الأول قال: ما هذا؟ كان قبله قد سقط. هنا أهلا بكم في عقلية القطيع. في هذا المجتمع الميت ستحتاج إلى مجموعة كبيرة من الأقنعة. أرجو التدقيق في هذه الصورة أو التوضيح الصوري. عليك أن تنافق كي تأخذ حقك، قناع الوفاء. عليك أن تسرق كي تعيش، فلا بد لك أن تلبس قناع الشرف والنزاهة. عليك أن تكذب وتزور كي ترتقي في عملك. عليك أن تلبس قناع الصدق. عليك أن تقبل ممارسة التفاهة كي لا ينظر الآخرون إليك باعتبارك شاذا عن عرف المجتمع، قناع التمظهر بقبول كل ما يجري. من أجل ذلك عليك أن تلبس قناعا يواري ما يعتمد في قلبك من غيظ واشمئزاز من الدرك الصحيح الذي وصل إليه المجتمع. تكمن الكارثة النفسية التي يواجهها من لا يرغب بالتطابق المطلق مع سلوك المجتمع الميت نفسيا وسياسات الدولة المستبدة في أن عقوبة عدم التطابق non-conformity كانت تقع من أبناء المجتمع المحلي فقط، وهم في العادة قليلو العدد. لكن الآن ومع تقدم وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي فإن عدد الذين يوقعون العقوبة عليه قد زاد بشكل مضطرد. فقد تصل أخبارك في المجتمع الميت نفسيا إلى أتفه الناس ليبدأ بجلدك بسياط النقد الهابط، وقد تصل أخبارك في الدولة المستبدة إلى صاحب سلطة من أصحاب الفكر التافه والهدف الهابط، وقد يعلم العالم كله عن قصتك من غير أن يعرفوا عنك شكلا ولا دينا ولا فكرا ولا إنجازا ولا من أنت أصلا. يحدث كل ذلك لأنك تخالف أفكار المجتمع الميت نفسيا والدولة المستبدة. فهؤلاء أي المجتمع والدولة يريدونك ميتا من الناحية النفسية، وبخلاف ذلك تكون خارج القطيع، لا خبز لك ولا شراب ولا حماية. في هذا المجتمع الميت يتغنى معظم الناس بتوافه الأمور، كمية الطعام وشكله وكم يرمى منه في حاويات القمامة وأناقة الملبس والمركبات التافهة وإلى آخره.
غير المتطابق هو الوحيد الذي يفكر بأمور الحياة الجادة العميقة، كيف يرتقي بمجتمعه ونقله من ظلمات الجهل والسكون الآسن إلى النور والحركة عبر ثورة فكرية ثقافة أو ثقافية واجتماعية على الجهل والكبت والاستبدال السياسي. يسعى غير المتطابق إلى اختيار مسار حياة يحدث بواسطته أثرا إيجابيا حقيقيا، وهذا ما كان عليه الأنبياء والرسل والفلاسفة المؤثرون في فكر البشر من حولهم. كانوا غير متطابقين مع ما اتفق عليه السواد الأعظم من المجتمعات التي عاشوا فيها، وكانت رسالاتهم وآرائهم وأفكارهم أصيلة وحقيقية وخيرة بالضرورة. هذا الآن التحرر من الأغلال، أغلال التطابق والاستبداد. وهنا الآن هذه الطيور التي انطلقت من هذا القفص، عدم التطابق هو التحرر الفعلي من كل أرجاس الخنوع وخدعة الأمن وأمان الجماعة والأمان الجماعي السؤال المهم، لماذا يحب معظم الناس أن يتطابقوا مع ما يجري من خنوع؟ ليس ذلك فحسب، بل التحليل له في المجتمعات المستبدة. يقول الفيلسوف سورين كيركغارد بأن المجتمع نفسه هو مستبد كبير مرعب أكثر من القاتل. يظن الشخص بأنه إذا خرج من مساره فإنه سيموت، وإذا أضفنا وجود مستبد ظالم وقاتل أقنع الناس بأن عدم رضاه عنهم سيوردهم مهاوي الذل والموت، لأنه لعب دور المنقذ لكنه منقذ مزور، وبالتالي يقتنع القطيع بأن عليهم أن يلتزموا بما قيل لهم. يقاوم الناس في هذه المجتمعات المريضة من يعاني من هوس بحرية بقيمة الحرية. أي هناك مرض اسمه إليوثيرمونيا أو مينيا. الآن هذا المرض يصيب كثير من أصحاب العقول النيرة التي يتوقون الخير، لكنهم الآن يقاومون من مجتمع مريض نفسيا لا يستطيعون تحقيق على الأقل قيمة الحرية. هنا حسب ما يرى الفيلسوف نيتشه بأن السواد الأعظم من الناس يتذثرون بعباءة العادات والآراء التي صنعها الغير بهدف السيطرة والتجبر والاستبداد، وأن من يرى بنفسه اختلافا إيجابيا عن الغير يخاف أن يظهر أو يظهر ذلك لأنه يخشى على اندثار نفسه من بين جموع المتطابقين الجهلة. فغير المتطابق يخاف من جاره، يخاف من أقرب الناس إليه، يخاف من مجتمعه الضال، ذلك المجتمع الذي يعيش في ظلام الجهل والخوف وعدم الرغبة في التحرر. لا يريد أحد أن يسمع الحقيقة حتى وإن كانت بادية كعين الشمس. هنا هذا التمثيل الصوري، لا نريد أن نسمع لما يخالف ما قاله الأولون، وهنا تكمن الكارثة.